السلام عليكم في القناة ديال نزهة، ومرحبا بكم. اليوم غطيبوا معايا الغديبة. فالغداء اليوم قلت نشاركه معاكم، باش اللي بعض الخطرات كنساو، ما كنعرفوش شنو طيبوا، ما كنحيروا. فهذه فكرة بسيطة. وبالنسبة لي ما تعرفش يطيب اللحم مشرمل بوحدو، او الناس اللي ما كيعرفوش، فهنا عندي اللحم الغنمي. اوكي، نزيد عليه جوج معالق كبار ديال الزيت النباتية. هيا، فأنا القياس هنا عندي تقريبا كيلو، كيلو لارب، فبالنسبة لأربعة الناس. فهنا حطيت الملح، حطيت سمعني حطيت اللحيمات، حطيت كبيت عليهم جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، من الاحسن نوار الشمس. فغنزيد عليهم الملح حسب بون، ما كيعرفش تقريبا هاد الكميه خصها معلقه صغيره ما عامراش، وعاوتاني على حسب الذوق ديال الملح، فكل واحد كيفاش كياخذ الملح ديالو، يا اما كثيره يا اما ناقصه. وكلنا كنعرفوا الملح ما مزيرش بزاف كثيره، تكون يعني هي القياس وصافي. هنا سكينجبير، فكما قلت لكم انا كندير عيني ميزاني، فنصف معلقه صغيره، معلقه الشاي. هنايا الكركم، الخرقوم البلدي حتى هو. فهذا ما كان، والابزار هنا عندي الابزار، فتا هو على حسب الطوق. اوكي، ثم نزيد على هاد المسائل هنايا، غادي نزيد عليهم حتى هكذا ديال قزبر ومعنوس، او غير القزبر بوحدو كافي، ورويس ديال الثومه لا غير، رويس واحد. ها كما كتشوفوا، وخلوه كيتشحر شويه. فنقدروا في هذه اللحظه ديال التشحار نغطيو حتى يتشحر شي شويه، عاد غنكمل معكم شنو غير غادي ندير. خلوه يتشحر شي شويش، فبعد ما تشحر غادي نحركو، غادي نحركو حتى يتقلى. بعد ما شفتو تقلى مزيان هذيك القامه ديالو وتشربها مزيان، فالان غادي نزيد عليه هنا عندي جوج مطيشات كبار وبصله كبيره مطحونين فقط، لا حتى شي حاجه معاهم، قمص لا ما لا والو. ها هما جوج مطيشات كبار وبصلة كبيرة، غتزيديها على داك اللحم ديالك. ويلا غادي نزيد شوية الماء اللي غادي غير نغسل بيه هاد، نشلل بيه هاد الكاب ديال العصار. تقريبا ما يعادل نصف كأس ماء صغير كما كتشوفو فقط. غنكتفي بهذا الشيء وغادي نحرك شويه، ها
بما تحرك كاع الإقامة. هكذا، وغادي نسد على الطنجرة ديالي ونخليها حتى طيب، فقط ما غاديش ندير الماء نهائيا، كنديرش الماء الا دات نصف كاس اللي درتو مع البصله ومطيشه. هنا غنسد عليه، وعلى حسب الطنجره فاش طيبتيه وعلى حسب الوقت وعلى حسب انا هنا عندي البوطه الكتريك ديال الضو، دونك كل واحد كتختلف من ديال الغاز على حسب كل واحد وكيفاش طيبها. بون غادي نكتفي وغادي نخليو هذا يطيب، وغادي دابا ندوز نوريكم شنو غادي نسر الخضر اللي غادي ندير معاه، وغادي نسر به مع الروز. فما غاديش ندير البطاطا في هذه الاكله، غنكتفي بالروز واللحم مع لاصوص ديالو واللوبيا مشرمله. غنوريكم الطريقه ديالي كيفاش كندير اللوبيا مشرمله. فهنا غادي ناخذ ندور هادي شي شويش فوالا، نحط الطاج ديالي هنا ندور ليكم باش تبان اللوبيا. فوالا بون، هنا عندي اختي كاسون كبيره، شنو غادي ندير فيها؟ من الاحسن تكون في السطح لحقاش ما غاديش تاخذ الوقت بزاف باش تطيب. غادي ناخذ نحط فيها الزبيده ديال زبيده المائده، مقياس معلقه كبيره، ثم هنا ما بقاليش نزيد نزيد شي شويش فوالا، على حسب القدر اللي عندك وزي فهمتي. فانا غادي نزيد فيها واحد شويه الزبده مع الثومه كتنسمها مزيان وكتعطي. من بعد نوريكم كيفاش كندير الثومه والبصله. عفوا اقول ثوما والزبده. فهنا غادي نوريكم اوسي كيفاش غادي ندير بعد ما درت جوج معلقات ديال الزيت النباتيه. هنا عندي الزبده بالثوما هذه مشريه، فبعد بعض الاوقات كنصيبها الا ما عنديش الوقت كنشريها. دابا نشارك معكم كيفاش كندير ليها. فهنا عندي بصلة مشلطة كبيرة، ماشي كبيرة، متوسطة. عندي هنايا القزبر مدنوس، وعندي جوج فصوص ديال التومة مقطعين صغار. فغادي بعد ما يتشحر هاد نخلي شوية الزبدة تذوب شوية باش تدخل في هاد الشي اللي غادي نلوح عليها. فبالنسبة للحم أنا طيبته في طنجرة الضغط، فتقدرو هاي بدات كيما كتشوفو بدات كتصفر. فهنا غادي نشعل على الزيت النباتيه ديالي، وغادي نجيب اللوبيا خضراء. هذا هو القياس. انا اللوبيا الخضراء عندي كنقيها وكنغسلها كنديرها في الثلاجه في الكونجيلاتور. الا شريتوها مصيبه من مزيان اللي ما عندكش الوقت، بالنسبه للسيدات اللي تيخدموا تيكونوا عاملات وداكشي ما عندهمش الوقت الله يحسن العوان. فالا عندك الوقت صوبي كميه كبيره وديرها في كونجيلاتور، الا ما عندك شيء راه كتباع موجوده بحال هكا. فهنا غادي نتسنى شويه على الزيت والزبده يذوبوا. الا ما الزيت والزبده يذوبوا غادي نشرك معاكم هنا كيفاش غادي نطيب الارز ديالي بسماتي اللي غادي يطيب دغيا. وهنا غنشارك معاكم عندي رايس كوكر، هادي تاع الضو كنطيب فيها الروز. ها هي دابا سميتو، هي كتعاون بزاف يعني، كنطيب فيها الارز وكنطيب فيها المكروني ولي بات لي بات يعني سباغيتي واي نوع. اوكي دابا من بعد نشارك معكم كيفاش كنصيب الامور ديالي باش كتصيب دغيا وكنسالي. فغادي ناخذ هذه الا ما عندكش
الرايس كوكر طيبيه في الطنجره كما كطيبي عادي في كاسرونه صغيره الروز على حسب شحال بغيتي. فعلى بركه الله غنوريكم كيفاش كنطيب الروز ديالي. هو على حسب الروز، يا اما عندك بسماتي او الروز الارز العادي. فهنا كما كتشوفوا غادي ندير بالعبار. فهاد العبار على فكره طنجره رايس كوكر كتجيب الكاب ديالها، فهذا كيصلح على حسب. الا كنتي غديري غير الروز مع الدجاج ومع اللحم مشرمل او مع كباب او مع اي حاجه، فكاس من هذا كافي لجوج الناس. سينو ديري واحد ونص لجوج الناس. فهنايا عندي واحد، غادي نزيد جوج ثاني يعني، وغادي نزيد نصف نصف فوالا. فهادي كتحيد من هنا، تقدري تغسلي الرز ديالك على شفتو كيفاش دايره عند هاد الكاسرول ديالها، وتحت هنا عندها كطيب بالحجره سخونه بالضوء فهمتي كيفاش. دابا غادي نشلل الرز هنا وغادي نزيد عليه الماء وغنوريكم شحال الماء زدت عليه. فهنا شللتو وزدت فيه الماء، الماء العبار ديالو غادي ديري الاصبع ديالك شفتي يكون على النصف ديال هاد المنطقة هادي هكا نصف الماء. اوكي دابا غنزيد عليه شوية الملح وغادي نزيد عليه شوية تاع الزيت مائدة وغادي نحركو ونخليه يفايق ريحه عيب باش ما يبقاش لصق. فوالا وحده صافي، ها هو الارز ديالنا غادي نشعل عليه وغادي يبقى يطيب في امان الله. غادي نشعل عليه ملي غادي يطيب، هذه حمراء كتكون ملي غادي يطيب غادي يوصل غادي يطفى هذا ويشعل هذا وصافي، يعني انه طاب وتشرب. وغنوري لكم من بعد وغنجيو الزيت ديالنا مع الزبده اللي خليته تيتحمر. ها هو كما كتسمعوا غندير عليه كزبر ومعدنوس ومطيشه والثومه وغادي نحركهم شي شويش هكا، وغادي ندير عليهم اللوبيا. ما غادي نزيد لا ماء لا حتى شي حاجه لان اللوبيا فيها الماء من الكونجيلاتور، راه فيها الماء ديالها. فهنا غادي نوريكم اشنو كنزيد التوابل اللي كندير فيها. فالتوابل ماشي شي حاجه كثيره، كندير مليحه كما العاده مليحه فوالا، وكندير واحد شويه ديال شويه ديال الفلفله حاره يعني مطحونه او بودره. فانا هنا كما كتبان لكم انا هنا غادي نحل وغادي نوريكم كنبغيها متبله بالسودانيه كتجي غزاله يا سلام. اوكي فهنا وغادي نزيد فيها واحد شويه ديال الكمون. الكمون كما كنعرفوا انه صحي وكاين السم، انا كتعجبني النسمه ديالو، فبالنسبه للناس اللي كتعجبهم النسمه ديال الكمون فما يستغناوش عليه ويزيدوه. هنا شي شويه تاع البزار لان النسمه في البزار فهي ما لا يعلى عليها بالنسبه لي كيحب الماكله متبله بالبزار. فهكا غندير ليها واحد شويه ديال نحركها هكا واحد شويش وغنخليها طيب في هذاك الماء ديالها، ما غنزيد لها ما لا والو فوالا. ونغطي عليها
هكا ونخليها واحد 15 دقيقة كافية. واللحم ديالنا هنا قررت نطفي عليه، ها هو بدا تيطيب. يعني هاد الأكل الأكلة تقدري توجديها في نصف ساعة، نصف ساعة وأقل تاخد لك من وقتك باش توجدي غدا كامل. فالروز ها هو كما شفتوا، غادي نجيب ليه واحد التحريكة تا هو هكا، فوالا غير المليحة وشوية ديال الزيت صافي. ملي غادي يطيب غادي نوريكم الطبق النهائي من هاد الأكلة اللي شاركت معاكم، ما تتاخدش وقت طويل. وها هما هنا عندنا طنجرة اللحم، هنا عندنا الخضرة اللي غادي تصاحب اللحم، وهنا عندنا الروز عوض البطاطا، لأن كنعرفوا الروز أو البطاطا أو الخبز ضروري. فهاد الماكلة ما غتحتاج الخبز، فغتكتفي بالروز واللحم طيب في المرقة ديالو، سمحوا لي، واللوبيا مشرملة. أوكي يلا أنا ننتقل نتلاقى بكم في الطبق النهائي اللي غادي نسربيه. أوكي يلا كنبوسكم، يلا وتشجعوا ديروا هذه الوصفة، تشوفوا شحال خفيفة وسهلة وما كتاخدش الوقت.